هنتكلم دلوقتي عن شابتر 2. هنتكلم عن شابتر 2 تمام. هتلاقي ان اغلب الشابتر ده او يعني تلت الشابتر تقريبا بيعيد ويزيد في نفس الكلام اللي احنا كنا اخذناه ايام السمستر الاولاني بس انت تلت شويه تمام. وفي حاجات طبعا هنعملها بايدينا عادي. يعني على سبيل المثال اول حاجه خالص بيراجع معايا كده على السيزمس دي. السيزمس دي كنا قلنا ده سوفت وير موجود على كارت الشبكه وظيفته ان في حاله الباست بولجي او في حاله شبكات الاثرنت بس في حاله الهاف دوبلكس الجهاز لو عايز يبعت داتا قبل ما بيبعت داتا على الكارير كان بيبعت سنس على الكارير عشان يتاكد الكارير عليه داتا ولا لا. عشان لو معلوش داتا يبعت لو عليه يستنى. ده حلل البروفيشن؟ لا. ليه؟ لان ممكن جهازين في نفس الوقت يبعتوا داتا او سوري يبعتوا سنس صدفه ان الكارير فاضي هيبعتوا داتا. اول ما يبعتوا داتا ستيل هيحصل كلش. اول ما يحصل كوليجن التو ديفايسز اللي حسوا او اللي سببوا في حدوث الكوليجن اول ما يعرفوا كده هيبعتوا جام سيجنال لكل الاجهزه. الجام سيجنال دي توصل لكل الناس تقول لهم ايه ستوب ما حدش يبعت داتا. وبعد كده يبداوا ان هم يشغلوا الجوريزم كده بينهم وبين بعضهم اسمه باك اوف الجوريزم. الباك اوف الجوريزم ده او معادله التراجع دي تاثيرها ان كل كيس هيستنى راندوم تايم مختلف عن التاني. بعد كده لما يجوا يبعتوا داتا لبعض هيحصل كوليجن؟ لا تمام. مراجعة سريعة برضو كده عن اليونيكاست والبرودكاست والمونتيكاست. يونيكاست يعني ايه احمد؟ بيبعت الكاس واحد. برودكاست؟ كلها مجموعة من الاجهزة. برضو مراجعة سريعة عن الماك ادرس. الماك ادرس كنا قلنا ان هو مقسوم بالنص. اول 24 رقم ديجيت كنا سميناهم او يو اي اورجانيزيشنال يونيك ايدنتيفاير وده بيبقى رقم ثابت على مستوى المصنع. انما الفينتور اسايند ده بيبقى على مستوى المصنع. يعني اقصد ان دي السريالات اللي المصنع ذات نفسه بيطلعها تمام. بعد كده بيراجع بسرعه على شكل الاثرنت. الاثرنت فريم طبعا اهم معلومات انا انترستد فيها السورس ميك الديستنيشن ميك الاف سي اس كانت تعمل ديتكت للايرور تمام عن طريق ان هي كانت بتطلع لي هاشنج والهاشنج ده هو اللي كان بيعمل ديتكت للايرور تمام. هاف دوبلكس وفول دوبلكس. هاف دوبلكس معناه ايه؟ هاف دوبلكس بيبعت على سلك واحده ببعت واستقبل على نفس السلك. فول دوبلكس على ده سلك وسلك. طيب تعالى نراجع برضو على حاجه كده بسرعه. ان بيبقى على السويتش ديفولت اوتو انيشيشن تمام. اوكي لو انا عندي تو سويتشز عايز اوصلهم ببعض تمام. ده سويتش 1 وده سويتش 2. المفروض ان السلكه اللي بينهم دي او البورت ده الديفولت بتاعه هاف دوبلكس ولا فول دوبلكس؟ اوتو نيجوشيشن. وكنا قلنا اوتو نيجوشيشن ده معناه ان السويتش عنده القدره انه يشتغل هاف وعنده القدره انه يشتغل فول. واللي قصاده نفس الكلام لو انا سبته على الديفولت عنده القدره انه يشتغل هاف وعنده القدره انه يشتغل فول. ففي السيناريو ده التو سويتشز هيشتغلوا ايه؟ فول تمام. وطالما اشتغلوا فول محتاجه سيزمس دي؟ لا. طب السيناريو اللي بعدي لو انا مسأل الاول صحيح هيشتغلوا فول ازاي وهم سلكه واحده؟ ما احنا كنا قلنا ان السلكه دي من جواها عباره عن 8 فراد من الاسلاك تمام. لو انا شغاله فاست ايثرنت ببعت على سلكتين وبستقبل على سلكتين في حاله الفول دوبلكس تمام. لو انا شغاله هاف دوبلكس ببعت وبستقبل ها على نفس الاربع اسلاك. وبالتالي طالما ببعت وبستقبل على نفس الاربع اسلاك انا كده عرضه حدوث كوليجن. ومين اللي حل لي الكوليجن؟ استثناء سي دي. في حاله طبعا الجيج ايثرنت اسلاك او الانترفيس الجيج ايثرنت ببعت وبستقبل على 8 فرد من الاسلاك كلهم مش على اربعه بس تمام. طب نمسك السيناريو اللي بعديه. لو انا خليت ده مثلا اوتو نيجوشيشن واللي قصادي انا بايدي نزلت تحت البورت عملت له هارد كود انت هوف ها التاني هيفهم انه هوف ويقلب نفسه هوف تمام. طب السيناريو التاني لو انا سبت ده على ديفولت هوف على فول وانا بايدي جيت على البورت ده خليته فول فاكر كنا قلنا ايه اللي بيحصل فيه؟ هيبقى هوف. ليه هوف؟ لان انت وقفت هنا النيجوشيشن صح؟ ده هيروح ينيجوشيت مع ده يبدا يتفاوض معاه. بقول لك ايه يا سويتش 2 عايزين نشتغل مع بعض نشتغل ايه؟ ده هيرد عليه؟ لا. ساعتها سويتش 1 هيفترض الاسوأ. مين الاسوأ؟ هوف. ويروح قال لنفسه هوف. طبعا واحد هوف وواحد فول على طول وش كده هيروح حاصل هنا كونديشن. وكل شويه سويتش مش هيسمح لك بسيناريو زي ده على فكره. الكونكتيفيتي بين الاثنين هيقعد وكل شويه هيطلع لك سيس لوج على الكونسول يقول لك دوبلكس مسماتش دوبلكس مسماتش. حل مشكله الدوبلكس تمام. للدقه بقى
لما انا قلت لك المعلومه دي ايام ما كنا بنتكلم في الانترودكشن كنت قلت لك ده هيقلب نفسه الهوف. تمام، لو هنصلح بقى المعلومه او نقولها للدقه اكتر على حسب موديل السويتش، يعني على سبيل المثال موديلات 2060 ده فعلا هيقلب نفسه الهوف. تمام، لكن موديلات زي السويتشز اللي لسه متكلمين عنها من شويه زي 3560 و3560 اللي هي المولتي لاير السويتشز المحترمه دي، لما جيت جربت الحوار ده عليها لقيت ده نفسه قلب نفسه لفول، وطالما فول وفول هيفضل فيه كونكتيفيتي ومش هتحصل مشاكل. ده عشان يبقى قلنا المعلومه كامله، فعلى حسب موديل السويتش. عشان كده البيست براكتس، لو هنتكلم عن البيست براكتس تعمل ايه؟ لو انت هتعمل هارد كود لواحد اللي قصاده تعمله نفس الهارد كود، تمام؟ واحد هاف اللي قصاده تعمل هاف، واحد فول اللي قصاده تعمل فول، هتشتغل نيجوشيشن يبقى الاثنين نيجوشيشن. تمام؟ نفس الكلام اللي انا شرحته ده بينطبق على مين؟ على البي سي. احنا عارفين ان البي سي هو كمان باي ديفولت بيشتغل هاف ولا فول؟ بيشتغل اوتو نيجوشيشن. يعني لو جيت مثلا على كارت الايثرنت ده بروبرتيز، ماليش دعوه بالليسته دي، نوع الكارت بتاعي ريلتك كونفيجر تحت ادفانسد. لو جيت هنا على السبيد والدوبلكس، وقلنا قبل كده ان الشاشه دي مش ثابته بتفرق من كارت للتاني، لو جيت هنا على السبيد والدوبلكس لقيت الديفولت ايه؟ اوتو نيجوشيشن. تمام، انا ممكن زي ما اتفقنا اعمل له هارد كود انت هاف او انت ايه فول، وساعتها السويتش اللي قصاده اعمل له هارد كود بنفس القيمه علشان ما الاقيش نفسي اتحطيت في انبريدكتبل سيناريو. تمام، كنا قلنا دلوقتي لو انا عندي تو سويتشز هقرج ما بينهم، التقريش يكون ايه؟ ستريت فلو كروس اوفر، كروس اوفر لان الاثنين ميكس. وكنا قلنا ان في فيتشر كده اساسا شغال على سويتش او الاجهزه يعني بصفه عامه بيخلي الكارت بتاعي ذكي، انتليجنت يعني ايه؟ لا ما اقصدش هناك، ما اقصدش هناك، انا اقصد ان هو بيديتكت اللي قصاده ايه وبناء عليه بيوافق على اي نوع من التقريش. يعني على سبيل المثال البنة بتاعتي سنت، لكن لو لقى اللي قصاده سنت يروح قلب نفسه ريسيف. يبقى دلوقتي انا مهتميه ان انا اقرج ستريت شو او كروس اوفر، لا مش فارق اي نوع من التقريش هيشتغل. تمام، بس بشرط ايه؟ هو الشرط يكون الفيتشر ده شغال اللي باللون الازرق ده ميديك سقوطه، ده امر تحت البورد بتاع السويتش تحت الانترفيس. تمام، وهو شغال باي ديفولت، ده انيبلد باي ديفولت. لكن لو انا قلت له نو ميديك سقوطه، يبقى انا ساعتها لو انا قرجت بيني وبين جهاز كمبيوتر ماست ستريت شو، لو انا قرصت بيني وبين سويتش تاني ماست كروس اوف. تمام، ده الامر ده اللي هو اوريدي موجود باي ديفولت زي ما بقول لك كده، ده اللي بيحول لي الانترفيس بتاعي لايه؟ ده اللي بيديتكت عن طريقه الانترفيس اللي قصاده، وبالتالي قرش اي نوع. بالمناسبه صحيح ده معتمد على الاوتو نيجوشيشن، يعني انت لو وقفت الاوتو نيجوشيشن عملت له هارد كود انت فول او انت هاف، لا انت كده لغيت النيجوشيشن ولازم تقرش صح. تمام، مراجعة برضو ازاي السويتش بيشتغل. نفتكر كده في حالة اذا كان عندي على سبيل المثال هاب، والهاب ده متوصل على كذا كاس كمبيوتر A B C D E. بفرض دلوقتي ان ايه عايز يبعت داتا للسي، كان هيعمل فلاد على كل الانترفيسز ما عدا الانترفيس اللي جات منه داتا. كل مره اي سورس عايز يبعت داتا لاي ديستنيشن فلاد على كل الانترفيس. طبعا غباء من الهب، بلس ان هو ممكن يسبب لي في كولاجن. بمعنى لو انا عندي دلوقتي جهاز A وبي الاثنين في نفس الوقت كانوا عايزين يبعتوا داتا للسي، الهب الغبي هياخد الداتا من ده ومن ده يبعتها في نفس الوقت للسي. طبعا هو هيعمل فلاد على كله، ده انا مسكته جزئيه صغيره، فهيتسبب لي هنا في ايه؟ كونديشن. وطالما هيتسبب في كونديشن ماست ان التكنولوجيا بتاعت السيرفس دي تكون شغاله عشان تحل مشاكل الكونديشن. ده في حاله مين؟ الهب. طب لو انا دلوقتي كنت شغاله سويتش ايه اللي هيحصل؟ قالك ان اول فريم هيعمل لها فلاد على كل الانترفيسز، فرق حاجه عن الهب؟ لا، بس عن طريق الفريم الاولانيه دي بقى هيبلد جوه الميموري بتاعته تيبل، التيبل ده اسمه ميك ادرس تيبل. ايه الميك ادرس تيبل ده؟ قال لك علاقه ما بين اسم الانترفيس
وبين الماك، علاقه ما بين ايه؟ اسم الانترفيس والماك. يعني على سبيل المثال لو ده فاست 0 اوفر 1، لو ده فاست 0 اوفر 2، فاست 0 اوفر 3 اوفر 4، التيبل ده هيتبني ازاي؟ الفريم جايه لي منين؟ من ايه؟ على انهي بورد؟ اف 0 اوفر 1، يبقى هيبدا التيبل كده ان جايه لي فريم من اف 0 اوفر 1 وجايه لي من الماك بتاع ايه؟ طبعا هيحط هنا قيمه الماك. تمام؟ الداتا دي انا بفترض ان الداتا دي المفروض توصل للسي، هتوصل للبي هيعمل لها دروب، هتوصل للدي يعمل لها دروب. مين الوحيد اللي هيبدا يدي ريبلاي؟ مين الوحيد اللي هيعمل بروسيسنج للداتا ويريبلاي؟ السي. اول ما توصل فريم من السي التيبل هيتبني ازاي؟ ان في اف 0 اوفر 3 مربوط على ده اول فريم بس هو اللي بيعمل فيها القصه دي. بعد كده بقيه الفريمز كلها جت من الايه؟ الايه هيعمل ايه؟ او السويتش هيعمل ايه؟ هيبص كده على الديستنيشن ميك. احنا كنا قلنا ان في اللير 2 بيتحط المعلومه بتاعت السورس ميك والديستنيشن ميك، فهيبص على المعلومه كده بتاعت ايه؟ دي رايحه فين؟ انا رايحه للسي. السي موجود في التيبل؟ اه، يروح بعت الداتا على طول فروم بوينت تو بوينت. تمام؟ اي قيمه في التيبل ده بتتبني بمين يا احمد؟ سورس ولا ديستنيشن؟ سورس. تمام؟ ليه سورس؟ ليه مش ديستنيشن؟ لان السورس شور بيبعت، ده شور موجود، ده هو بيبعت داتا، يبقى شور موجود. انما الديستنيشن افرض ان انت بتبلغ او بتبعت داتا لديستنيشن او جهاز مش موجود، doesn't exist. تمام؟ فدايما تاني الداتا بتتبعت ايه او التيبل ده بيتبني بمين؟ بالسورس. عشان كده ممكن يجي لك سؤال في الدولي يقول لك ايه؟ الماك ادرس تيبل ليه ما بيتبنيش بالبرودكاست؟ طب الاختيارات ايه طيب؟ عشان مش هو السورس هو بيت لكل الناس يعني بالظبط. تمام؟ لان دلوقتي البرودكاست دايما ديستنيشن، عمر البرودكاست ما بيبقى سورس، انا ببعت للبرودكاست ودايما التيبل بيتبني السورس للسورس. تمام؟ التيبل ده بيتبني امتى؟ اول ما بطلع السويتش كده من علبته او بعد الريستارت. ليه؟ لان التيبل ده مبني جوه الميموري، مبني جوه ايه؟ وطبعا الرام لو الكهرباء لو الباور فصل يبقى اللي هيحصل كله طار. تمام؟ اي قيمه اي انتري جوه التيبل ده كده بتفضل فتره بنسميها ايجينج تايم، اللي هي كان باي ديفولت 300 سكند. تمام؟ طب ليه ما قلتش 5 دقايق؟ ليه ما قلتش 5 دقايق؟ قول انت بقى. هو انا كده كده هستخدم الهيل. تمام اوكي. طيب الاول نشرح ليه اي قيمه بتفضل في التيبل لفتره معينه مش بتقل عنها، قصدي مش بتفضل فورفر. اي سويتش في الدنيا بيبقى ليه طاقه تخزينيه على حسب الميموري بتاعته. بمعنى في سويتش يقدر يستحمل لغايه 6000 ميك، يقدر يبند جوه الانترز بتاعته جوه الماك ادرس تيبل 6000 ميك، 8000، 10000 على حسب امكانيات السويتش. لو انا دلوقتي التيبل ده اتملى على اخره هتحصل مشاكل كتير هنتكلم عنها ان شاء الله في اخر الشابتر ده. ابسط مشكله ان السويتش ساعتها ممكن يهنج ويشتغل كانه هاب، اول ما يشتغل كانه هاب فلود على كل الانترفيس. تمام؟ عشان كده اي قيمه بتفضل في التيبل مش في ربنا. تعالى نشبهها مثلا ان ايه بعد داتا. هيبدا التايمر ده يشتغل 300 299 295، جالي فريم من الايه؟ التايمر ده. طيب 300 299 295 لغايه صفر ما جاليش اي فريم من الايه، ايه اللي هيحصل للانتري دي؟ هتتمسح من التيبل تفضي مكان لغيرها. ما هو التيبل ده بقدر الامكان ان السويتش عايز يكون ان الشبكه بتاعتي كونفرجنت والشبكه بتاعتي او اللي جواه هي فعلا المكان اللي اوريدي اكزيست دلوقتي جوه الشبكه. تمام؟ النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي ان احنا نبلد الماك ادرس تيبل بايدينا او نسيب السويتش هو اللي يبنيه ونتفرج على شكله عامل ازاي. طيب قول انت بقى ليه الايتشنج تايم انا قلتها 300 سكند وما قلتش 5 دقايق؟ عشان هو هنا هو بيطلب مني لو عملت الهيلب هطلب بقى اعتقد بالثواني. بالظبط، لان دلوقتي الايتشنج تايم ده ديفولت. لو انا حبيت ان انا اغيره عمد لسانك دايما على اليونتس بتاع السيستم. يعني انت لو حطيت في بالك كلمه 5 دقايق وقررت ان انت تخليه 4 دقايق. تمام؟ وانت بتكتب الامر تكتب 4 لو ما استخدمتش الهيلب زي تقول 4 انتر، انت كده هكيت التايم. تمام؟ فعود لسانك باستمرار على مين؟ على اللغه بتاع السيستم. ميزه كمان في السويتش ان السويتش اساسا ما فيهوش كوليجن باي ديفولت. احنا شفنا امتى بيحصل الكوليجن، انما السويتش باي ديفولت ما بيحصلش عليه كوليجن. ليه بقى؟ لو جهاز اي وبي الاثنين بعتوا داتا في نفس الوقت وكانت المفروض توصل للسي،
السويتش جوه الميموري جوه الرامة بتاعته بيقطع جزء كده من الرامة بنقول عليه بفر. بفر يعني ايه؟ مخزن. المخزن ده بيحط فيه الداتا بتاعت ال جي ويبدا ياخد من البفر ويبعت للديستنيشن واحده واحده. يبقى باي ديفولت لو انا ما عملتش السيناريو اللي فات السويتش ما بيحصلش عليه كوليجن. تمام؟ شوف كده وصلنا لايه. ده برضو كده مراجعه عن البرودكاست دومين والكوليجن دومين. اتفق معايا كده بسرعه. البرودكاست دومين يعني ايه؟ النطاق اللي هيوصل فيه للبرودكاست. مين اللي كان بيعمل لي سيجمنتيشن للبرودكاست؟ تمام. طيب الكوليجن دومين افتكر كده الهب كان عليه كام كوليجن دومين؟ واحد. السويتش عدد الانترفيس. تمام. بناء بس على الكلمتين دول الشبكه اللي قدامي دي فيها كام برودكاست دومين؟ برودكاست ده سويتش وده هب. ليه؟ برودكاست كل برودكاست انا عندي هنا اي حاجه. لا برودكاست مش كوليجن. انا عندي اي حاجه هنا تعمل سيجمنتيشن للشبكه. لا وبالتالي ده لو بعت برودكاست مين هيستقبله؟ الشبكه كلها. يبقى في برودكاست دومين واحد بس. انما في كام كوليجن دومين؟ كل هاب بس اربعه. تمام. عدد الانترفيسز اللي موجود عندي أفرش. طب الشبكه دي في راوتر هنا بقى فيها كام برودكاست دومين؟ أربعة. ادي واحد الثانية الثالثة. أربعة. كان في ناس تقول لي ازاي هنا برودكاست او برودكاست دومين؟ ما هو الراوتر ما بيعديش البرودكاست لكن الراوتر ممكن يجنريت برودكاست. تمام. وبالتالي البرودكاست لو طلع من اروع كبيرة هيوصل لمين؟ للسي. تمام. يبقى الشبكه دي فعلا فيها اربعه برودكاست دومين. طب فيها كام كوليجن دومين؟ كوليجن عدد الانترفيس بتاعت السويتش. ادي هنا اربعه وهنا اربعه ودي واحد ما بين دول. واحد ما بين دول. واحد ما بين دول. وهنا برضو اربعه واربعه. عد بقى الرقم ده بالظبط. تمام. او واحد سوري هنا اتنين واحد هنا. قبل ما ندخل بقى في بارت 2 انا عايزه افهم ايه كلمه كاتاليست دي. في اول اليوم خالص قلت لك الكاتاليست سويتشز والنيكست سويتشز. تمام. ده ايه؟ سيسكو على فكره زي اي شركه من الحيتان الكبار اي شركه صغيره كده تحس ان هي هتفتح في يوم من الايام تشتريها زي كاتيجوري تيفولي اي بي ام. هو اي بي ام التيفولي ده كاتيجوري كامل من الشركات اللي هي بتشتريها. سيسكو نفس الكلام. سيسكو لغايه دلوقتي شاريه 170 شركه. تمام. يعني اخر مره خبر كنت قريته دخلت عديتهم الشركات واحده واحده لقيتهم مش فاكره كان بكام بالظبط بس دي حاجه سمعت شركه. تمام. من ضمنهم لينكسس بتاعت الاكسس بوينتس. دي كانت شركه وسيسكو اشتغلتها. تمام. فاضل لهم جنرال بس بعيد من في دي بقى. سيسكو لو دخلت على الانترنت كده هتلاقي فيه ناس بتبدا تتخانق سيسكو هي عملت الراوتر سيسكو لا سرق فكرة الراوتر من حد تاني. تقريبا وصل العالم اجمع ان سيسكو هي اللي اخترعت الراوتر لكن سيسكو ما هياش اللي اخترعت السويتش. فلما جت ان هي تقرر ان هي تعمل سويتشي كان في شركه بسيطه كده صغيره اسمها كاتاليست. فسيسكو قررت ان هي تخلي تعمل هاير للشركه دي ان هي تعمل لها سويتشز وبعد كده اشترت الشركه دي كلها شركه كاتاليست. شركه كاتاليست دي اول اللي عملت اوبريتنج سيستم للسويتشز خاصه سيسكو كانت عملت اوبريتنج سيستم اسمه كات او اس. كانت طريقه الشغل عليه ست مسافه كذا ست مسافه كذا. كل اوبر سويتش كانت ايه ست مسافه كذا. سيسكو بعد كده يوم التاني بدات ان هي تحاول ان هي تخلي الناس يتعاملوا بدل الكات او اس النيتف اي او اس. يبقى دلوقتي في اتنين اوبريتنج سيستم هم اللي هما الكات اوبريتنج سيستم والنيتف اي او اس. النيتف اي او اس ده بقى الاي اس الاول اوامر اللي احنا اتعلمناها من اول الكورس هوست نيم كذا اي بي ادرس كذا انيبل باسورد الحاجات دي كلها. فهي عايزه بقدر الامكان تبعد الناس عن الكات او اس وتخلي الناس تشتغلوا بالنيتف اي اس. بس في حاجه بقى حط نفسك انت مثلا مكان الكاستمر. انت فعلا الكاستمر في سيسكو. لو احنا صحينا الصبح لقينا سيسكو بتقول يا جماعه انا غيرت كل اوامر سيسكو هتبداوا تتعلموا تاني من اول جديد.
الناس اللي جايه من بيئه الكاتوس اللي متعلمه على السويتشز دي واللي اتعودت على الاوامر بتاعتها. انت بين يوم وليله قلت لها كل الاوامر القديمه اختفت، احنا بنتعامل معاك دلوقتي بالاوامر الجديده. حط نفس المكان سيسكو طبعا خايفه تخسر عملاء، تمام؟ فبدات تعمل خط انتاج كامل اسمه كاتاليست. خط الكاتاليست ده في بدايته كان بيسبورت الاوامر الاثنين، كانت او اس والنيتف اي او اس، عشان اللي عايز يشتغل كده اوكي، اللي عايز يشتغل كده اوكي. وواحده واحده بقى كده بالتدريج بدات تسحب البساط كده من تحت الكات اب او اس. يعني على سبيل المثال اخر امتحان دولي سيسكو عملته سبورت على اوامر الكات او اس كان سنه 2004. واحده واحده بتشيل الدنيا من تحت مين؟ الكات او اس، وعايزه تعود الناس كلهم ان هم يشتغلوا بالنيتف اي او اس. لما نيجي نوصل السويتش دلوقتي ونتعامل معاه، انا هتعامل معاه هوست نيم، انيبل باسورد، الحاجات دي كلها النيتف اي او اس. يبقى كاتاليست ده مين؟ ده خط انتاج كامل دلوقتي من سيسكو، واغلب مش اغلب يعني الكاتاليست سويتشز دي مخصصه لمين؟ للسمول بزنس والميديوم بزنس. في خط انتاج تاني من سيسكو اسمه نيكسس. اسمه ايه؟ انا عندي كاتاليست نيكسس. ايه النيكسس ده بقى؟ ده سويتشز مخصصه للفيري لارج بزنس، اللي هي الداتا سنترز. ده من ضمنهم زي ما بقول لك موديلات، اللي كان موديل منهم مثلا بقول لك عدد البورتس اللي عليه 2304 بورت، تمام؟ ده بقول لك سعره معدي جدا يعني، الله اعلم دلوقتي بكام، اوكي؟ سعره معدي جدا يعني، يعني ملايين ملايين حرفيا، اوكي؟ النكسس زي ما اتفقنا ده ما ينفعش ان انت تشغله في الانتربرايزز العاديه، ده مخصص لمين؟ للداتا سنترز، تمام؟ فدي عشان كلمه ايه؟ كاتاليست. ندخل بقى في سويتشنج مود. السويتشنج مود دي مش حاجه كونفيجربل، دي حاجه بيلت ان اساسا في طريقه تصنيع السويتش. في عندي كام سويتشنج مود؟ اربعه. انا جايب لك اتنين، هما دلوقتي اربعه، تمام؟ اللي هما اول نوع اللي هو كات ثرو، النوع الثاني تور اند فورورد، النوع الثالث فراجمنت اوفست او ساعات بيسموه فراجمنت فري، النوع الرابع ادابتيف كات ثرو. نمسك واحده واحده. اول نوع اللي هو كات ثرو، نفتكر كده احنا كنا قلنا زمان ايام السمستر الاولاني ان الداتا اول ما بتطلع من الابلكيشن لاير حجمها بيبقى 1460 بايت، و1460 بايت دي كنا سميناها ماكسيمم سيجمنت سايز، ام اس اس، ماكسيمم سيجمنت سايز. اول ما تنزل على اللاير بتاعه الترانسبورت، هفترض ان انا كنت بتعامل تي سي بي، انا عارفه ان تي سي بي على كل باكت على كل سيجمنت بيحط قد ايه زياده؟ 20 بايت. لو انا شغاله يو دي بي بيحط 8، تمام؟ خلينا تي سي بي. يبقى معنى كده ان السيجمنت بتاعتي حجمها وصل لكام دلوقتي؟ 1480، تمام؟ تنزل بعد كده على النتورك لاير. النتورك لاير بروتوكول الاي بي هيضيف قد ايه كمان؟ 20 بايت كمان، يبقى حجمه هيوصل ل 1500. ده احنا كنا سميناه ماكسيمم ترانسفير يونت. تنزل بعد كده على لاير 2 هيبقى اسمها اللي هي الاثرنت يعني، تمام؟ هيبقى حجمها 1518 بايت، اللي هي لاير الداتا لينك بالظبط. يبقى معنى كده ان الداتا تطلع من جهاز الكمبيوتر المفروض ان حجمها قد ايه؟ 1518، تمام؟ المفروض دلوقتي ان الداتا لما بتطلع من جهاز الكمبيوتر بتطلع على هيئه بيتس اصفار وحيد، ما بتطلعش سيجمنت على بعضيها او فريم على بعضيها، تمام؟ بتطلع ايه؟ اصفار وحيد. لو انا كنت شغاله كات ثرو، السويتش هيعمل ايه؟ هيبدا يجمع البيتس اللي بتجيله دي، يجمع لغايه 14 بايت، يجمعهم الاول، يخزنهم الاول، مستني اول 14 بايت، اول ما يوصلوا له يبعتهم للديستنيشن، وبقيه البيتس اللي بتجيله الاصفار الوحيد يبعتهم للديستنيشن ورا بعضيهم، مش يستنى الفريم لما تكمل لان هما ال 1518، لا هيستنى بس قد ايه؟ اول 14 بايت اتليست يبقى فيهم المعلومه بتاعت الماك ادرس،
تمام، يبقى هيستنى اول 14 بايت وبعد كده نديله ها يبعتها على طول. تمام. ميزه الكات ثرو ان هو سريع، ان هو ايه سريع، بس فيها عيب ان هو ما عندوش لسه القدره انه يعمل ديتكت للفريمتشيك سيكونس. تمام. هو الفريمتشيك سيكونس مش اول 14 بايت بالظبط، وبالتالي ما عندوش تاني القدره انه يديتكت على مين، على الايرور. في نوع تاني اللي هو الستور اند فورورد. يعني ايه؟ احنا قلنا الداتا بتطلع من جهاز الكمبيوتر عباره عن مجموعه من الاصفار والوحيد، السويتش هيبدا يجمع الاصفار والوحيد، يجمعها 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 لغايه ما يكمل حجم الفريم الكامل اللي هي 1513. بعد ما عمل لها ستور يبدا يعمل لها فورورد يبعتها للديستريشن. تمام كده. الستور اند فورورد ميزته ايه؟ انه عنده كده القدره انه يعمل ديتكت على الايرور، ما هو استنى حجم الفريم بالكامل وبالتالي شايف القيمه الاخرانيه اللي هي الاف سي اس. تمام. عيبه بطيء، هو يستنى واحده بالكامل يجمعها وبعد كده يبعتها، ده كده بطيء. تمام. عشان كده قاموا عاملين واحده كده وسط ما بين الاثنين، فراجمنت اوف سيت. في هنا ايه على فكره؟ ايه الفراجمنت اوف سيت دي بقى؟ هيستنى اول 64 معنى اول 64 بايت، لان فيهم المعلومات بتاعه الباك وفيهم كمان المعلومه بتاعه الهاش اللي هي الاف سي اس. يبقى عنده قدر ان عنده كده القدر ان يعمل ديتكت على الايرور ولا لا. تمام. بقيه البيتس بقى اللي يجي له يبعتها، اللي يجي له يبعتها. يعني معنى كده ان هو اخذ الميزه اللي موجوده في، يعني بيبعت كل 64 بايت، هو هيجمع الاول اول 64 بايت ويتشيك عليهم بعد، مش هيجمعهم بقيه البيتس اللي تجيله اصفار وحيد يروح باعتهم للديستنيشن على طول. يعني حاجه وسط ما بين الكات ثرو والستور اند فورورد. تاني واحده، كات ثرو هيستنى اول 14 بس يجمعها، وبعد كده البيتس اللي تجيله اللي تيجي يبعتها، اللي تيجي يبعتها ميزته سريع، عيبه مش بيعمل تشيك بالظبط، ما لقاش فرصه انه يعمل ديتكت على الايرور. الستور اند فورورد البيتس اللي هتجيله هيفضل يجمع 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 لغايه ما يوصل ال 1513 كلها، بعد ما عمل لهم ستور يبدا يعمل لهم فورورد. تمام. ميزته بيعمل تشيك، ايوه ان هو بطيء. تمام. عملوا حاجه وسط ما بين الاثنين، فراجمنت اوف، قال لك المعلومه بتاعت الاف سي اس تي بتبقى في اول 64 بايت. تمام. هنبدا ان احنا نجمع اول 64 بايت وبعد كده البيتس اللي تيجي تبعتها على طول. يبقى حاجه وسط ما بين الاثنين، عمل ديتكت على الايرور وفي نفس الوقت قرب للسرعه بتاعت الكونسول. تمام. الادابتف كات ثرو ده اللي دلوقتي موجود على الديفولت على السيسكو، معظم السويتش السيسكو مش كلها، على حسب المود، على حسب سوري الموديل ده، يعني على حسب السويتش شغال ايه، بيعمل نيجوشيشن مع السويتش اللي قصاده ويشوفه هيشتغل ايه، او الجهاز اللي قصاده ويشوفه هيشتغل ايه. تمام. على حسب الموديل زي ما بقول لك، في بعض السويتشز يعني اللي هي كاتاليست، يعني ايه المصنع اللي بيشتغل في اللي هي نيجوشيشن، يعني نيجوشيشن بالظبط. انت عارف ان السيسكو بيعمل حاجه اسمها نيجوشيشن. تمام. إيه على حسب موديل السويتش، بمعنى لو انت مثلا في بعض موديلات النكسس، انا طبعا ما اشتغلتش على سويتش النكسس قبل كده، انا بتفرج على الدوكيومنتيشن بتاعتها مش اكتر. فموجود في الدوكيومنتيشن بتاعتها ان انت الديفولت بتاعها ان هي شغاله كات ثرو، وتقدر ان انت تغير السويتشنج مود لستور اند فورورد. ازاي؟ تيجي في الكونفيجريشن مود تقول له سويتشنج مود مسافه ستور فورورد. لو حبيت ان انت ترجع تاني على الكات ثرو تقول له ايه؟ سويتشنج نو سويتشنج مود ستور فورورد، يرجعك تاني على الديفولت اللي هو كات ثرو. فعشان كده بقول لك دي حاجه بتبقى يعني على حسب الموديل اللي انت شغال عليه. تمام. تمام. هنا بس بيقول لي ان في سويتشز بيبقى عليها بافر، احنا اتفقنا ان اي سويتش في الدنيا بيبقى فيه ايه؟ بافر. تمام. في بعض السويتشز بيبقى عليها بافر على كل بورت، على كل بورت اصلا بيبقى فيه بفر. في سويتشز ثانيه بيبقى عليها شيرد ميموري او شيرد بفر، هو بفر واحد لكل البورتس. في سويتشز ثالثه على فكره عندها نوعين، عندها على كل بورت بورت بيست بفر وعندها شيرد بفر. تمام. هنا مره مقارنه كده ما بين اللير سي سويتش والراوتر. احنا كنا قلنا او اللي الدقه اللي هو المالتي لير سويتش بالظبط. تمام. بس احنا اتفقنا يعني عاده في لغتنا الدارجه بنقول ايه؟ لير ثرو. تمام. لو هنتكلم مثلا على الراوتنج، الاثنين بيعملوا له سبورت، ده بقول لك بيشتغل او اس اف، اي اي جي ار بي، بي جي بي.
تمام. لو هنتكلم على المانجمنت، انت في الاثنين تقدر تعمل مانجمنت للترافيك، تسمح بحاجات معينه ترافيك معين، تمنع ترافيك معين، تمام. بالنسبه للويك سبورت، الويك اللي هو ايه كنا قلنا عباره عن بالظبط، احنا متفقين مع بعض ان اللير سويتش مش بيعمل سبورت للويب تكنولوجي، عشان كده ما ينفعش ان انا اركب عليه اوكي، انما الراوتر ينفع اركب عليه اوكي، تمام. في حاجات ادفانسد في الراوتنج اللير سويتش ما بيعملهاش سبورت، مين اللي بيعمل لها سبورت؟ الراوتر. بالنسبه للواير سبيد، هي الميزه اللي كانت موجوده في السويتش زي ما اتفقنا ان هو سريع، واللي سرعه كمان ان هو بيشتغل كهاردوير اللي هو عن طريق حته الاي سي هي الصغيره اللي اتكلمنا عنها اللي اسمها الايسك، وده علشان كده السويتش اسرع على الاقل 10 مرات من الراوتر، عشان كده في شركات كتير جدا بتلجا ان هي تشتغل باللير سويتش او المولتي لير سويتش وتبعد عن الراوتر الا لما تحتاج ان هي تكونكت على الطرف التاني، تمام. بس في حاجه بقى، سيسكو لما لقت حته الاي سي هي الايسك دي كويسه قوي كده، قامت عامله موديلات من الراوتر بتسبورت الايسك. ايه ده؟ معنى كده ان الموديلات دلوقتي الراوتر برضو لما تيجي تبعت الداتا بتبعتها بسرعه عاليه؟ تمام. فحته الواير سبيد راوتنج دي اللي المولتي لير سويتش سبورتد، والراوتر دلوقتي كمان سبورتد، الراوتر دلوقتي سرعاته تكاد تقترب فعلا من المولتي لير سويتش عن طريق ثانكس تو حته الاي سي هي بالايسك. هنا بس بيوريني بعض الاشكال كده ازاي ان انا امانج سويتش سيستم. على سبيل المثال احنا في شغلنا هنتعامل بالسي ال اي زي ما اتفقنا، كل شغل هيبقى معاه سي ال اي، تمام. لكن في برامج كتير بتساعدني ان انا اكونفيجر سيسكو جي او اي، زي مثلا برنامج سي سي بي ده اخر حاجه من سيسكو، سيسكو كونفيجريشن بروفيشنال، ده بيساعدني امانج سيسكو سواء راوتر سواء سويتش عن طريق جي او اي. بس احنا متفقين قبل كده مين الاستابيليتي بتاعته اعلى؟ السي ال اي. استابيليتي بتتكلمي على السي ال اي ولا بتتكلمي على البروجرام اللي هو؟ لا لا لا، اقصد دي بروجرامز بتساعدني اكونكت على كونفيجريشن للراوتر حقيقي، يا اما اتعامل زي ما احنا هنعمل دلوقتي سي ال اي اوامر، يا اما ان انا اتعامل جي او اي ببرامج زي مين؟ زي سي سي بي، زي اس دي ام لما خلاص خلص، زي سيسكو وركس. في برامج كتير بتساعدني ان انا اكونكت اعمل كونفيجريشن للديفايس بتاع سيسكو جي او اي، تمام. احنا في الكورس بتاعنا نتعامل سي ال اي، تمام. طيب هركن دي بس شويه، نتعامل شويه بس حاجه بسيطه مع السويتش، تمام، وبعد كده هنرجع لازاي السويتش بيقوم والباسورد ريكفري عشان افصلها لك في فيديو لوحدها. اوكي، عايزه اتعلم دلوقتي ازاي ان انا اتعامل مع السويتش بكابل كونسول عادي. طبعا احنا اتفقنا قبل كده ان كابلات سيسكو او الكابلات بتاعه الكونسول في منها دلوقتي نوع بيدخل يو اس بي، تمام، وهتكونكت البرنامج تيرا تيرم هايبر تيرمينال اي برنامج، ونقدر نتعامل ساعتها مع السويتش. تعالى بقى كده نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما وصلنا السويتش اخدت بالك وصلناه ازاي؟ كابل باور حطيناه، واخدت بالك ان مفيش هنا اون واوف زي الراوتر، جاست ان الكابل دخل ايه كده اشتغل. وكابل الكونسول اللي اتعامل معاه عادي جدا، هفتحه باي برنامج زي تيرا تيرم. كده السويتش بيلود، تمام. بدل الهاشات على فكرة، بس انا وصلت الاي اس بتاعتي لان بيز، كنا قلنا في لير 2 بيز ولان بيز، بس الراوتر ما بياخدش بالك علشان ما عندوش سيرفيسز كتير، ولا ده برضه عليه سيرفيسز، بس عشان بص بتشيك بوست على كل انترفيس، تمام، واخد بالك من دي؟
حطي رصه الاي اس بتاعتي اهي. ولا نور بالظبط بتعامل معاه عادي تمام. يعني مثلا لو قلت له هوست نيم سيسكو حاسس بفرق تمام. تعالى بقى نشوف امر كده فرق ما بين الاثنين. عندي امر موجود على السويتش مش موجود على الراوتر اسمه شو انترفيس ستيتس. شو انترفيس ايه ستيتس؟ الامر ده بيوريني لسته بكل الانترفيسز اللي موجوده على السويتش. على سبيل المثال انا قلت لك السويتش ده عليه كام بورد؟ 24 بورد نحهم فاست ايثرنت وعندي 2 بورد نحهم جيج ايثرنت تمام. طب لو جيت اطلع كده اشوف واحد مثلا من اللي هو الاولاني فاست ايثرنت 0 اوفر 1 هو حالته دلوقتي ايه؟ كونكتد ولا نوت كونكتد؟ نوت كونكتد تبع فيلان واحد ولسه ما اعرفش ايه فيلان واحد دي تمام. طيب الدوبلكس بتاعي والسبيد اوتو حتى السبيد ذات نفسها اوتو. يعني معنى كده ان ده بيسبورت سرعات 10 على 100 وعلى حسب الديفايس اللي قدامي هنتفق على السرعه. يعني على سبيل المثال جهاز الكمبيوتر اللي قصادي الكارت بتاعه لو 10 على 100 على 1000 هيتفقوا على مين؟ اعلى سرعه الاثنين بيقدروا يتفاوضوا عليها اللي هي مين؟ 100 تمام. عشان كده ساعات تلاقي مثلا كارت الشبكه بتاع جهازك 10 على 100 على 1000 وتلاقي الداتا في النهايه بتتنقل بسرعه 100. ليه يا عم؟ عشان السويتش اللي قصادك اقصى حاجه عنده 100 وهو بيتوصل فاست ايثرنت تمام. طب افرض دلوقتي ان انا حبيت اعمل هارد كود لقيم معينه. يعني على سبيل المثال لو نزلت كده تحت انترفيس فاست 0 اوفر 1 ممكن اقول له هنا السبيد مسافه. لو استخدمت الهلب هلاقي هنا 10 و100 وهلاقي اوتو. سي مثلا انا هعمل بايدي هارد كود هقول له انت سرعه 100. طب والدوبلكس لو استخدمت الهلب عندي هاف وفل واوتو. طب هفترض ان انا عايزه اعمل هارد كود بايدي ان ده يبقى ايه؟ فل. بالمناسبه في بعض موديلات السويتشز بتجبرك ان انت تعمل واحد قبل التاني. تيجي مثلا تحط السبيد يقول لك لا ظبط لي الدوبلكس الاول او الدوبلكس يقول لك السبيد الاول تمام. لو جيت المره دي قلت له شو انترفيس ستيتس انتر لقيت دلوقتي الدوبلكس بتاع البورت ده فل والسبيد هارد كود ان هي 100 تمام. طب افرض مثلا ان البورت التاني ده كان كونكتد دلوقتي بكاس كمبيوتر وعن طريق النيجوشيشن وصل للفل. الفل وصل له عن طريق ايه؟ النيجوشيشن. هتلاقي كلمه اوتو دي ساعتها ايه داش اوتو. ايه داش اوتو؟ ايه دي تبقى عارف ان انت مش عامل لها هارد كود بايدك. ايه دي معناها؟ ان هي وصلت للفل عن طريق الاوتو. ونفس الكلام بالنسبه للسبيد هفترض ان هي وصلت لل 100 عن طريق اوتو يبقى برضه هتلاقيها ايه داش 100 تمام؟ طبعا لو كنت نزلت تحت الانترفيس نوع جيك وقلت له هنا السبيد هتلاقي ثلاث سرعات مش اتنين اللي هما 10 على 100 على 1000 لان الجيج ايثرنت بيسبورت ايه؟ شو انترفيس ستيتس. لو جيت على انترفيس جيج كده هلاقيه بيسبورت ايه؟ 10 على 100 على 1000. في اي مشاكل كده؟ طب تعالى نلعب شويه برضو في البيزك كونفيجريشن. على سبيل المثال ايه دي؟ ايه بس؟ ها؟ يعني ايه؟ برضو ايه بالباسورد بس متشفره؟ بالانتي 5 تمام كده؟ طب تعالى نشوف مثلا طالب مني ايه كمان؟ الهوست نيم المسج اوف ذا داي البانر فاكره؟ الكلير تكست باسورد والانكريبتد باسورد. عايز تحط باسورد على كونسول رايح الكونسول وادخل وظبط الكلام بايدك. الحاجه الجديده اللي عملناها النهارده السبيد والدوبلكس تمام؟ طيب السلايد اللي بعد كده بيقول لي ازاي تحطي اي بي على السويتش. ثانيه واحده هو انا ينفع ان انا احط اي بي على السويتش؟ لو ليه سويتش
ولو لير 2 ينفع ان انا احط اي بي، الار بي اللي السويتش اللي قدامي ده ينفع ان انا احط له اي بي، كذا اي بي على فكره كمان مش اي بي واحد. ايه ده معنى كده ان انا بايدي كده حولته المالتي لير سويتش؟ لا، كل اللي فيها ان انا لما اقول ان السويتش ده لير 2 يعني ماست مينيمم خالص يكون بيفهم لير 2. كون ان انا بايد بنفسي افهمه حاجه اعلى يبقى دي سيرفيس زياده من سيسكو. ده مش معناه انه تحول لير 3 ديفايس. لير 3 ديفايس يعني مينيمم خالص يكون بيفهم لير 3 عشان يقدم شغل. انما ده مينيمم خالص بيفهم ايه؟ لير 2. عشان كده اسمه لير 2 ديفايس. لكن انا ممكن اديله اي بي كسيرفيس زياده من عندي. انا ممكن اسطب عليه برامج على فكره، معنى كده ان هو شغال في الابلكيشن لير؟ لا، بس دي سيرفيس زياده من سيسكو. طب السؤال بقى، انا مش هديك النهارده ازاي تحط اي بي الكونفيجريشن، مش هحطها ده، مش هنعملها النهارده، هنكروت السلايد دي. ليه؟ لان دي ريليتد بحاجه اسمها فيلان وانا لسه ما اعرفش ايه الفيلان. تمام، هو سؤال واحد بس، ليه احط اي بي على سويتش؟ عشان لو انا حبيت ان انا اتل تعليم البيت او اس اس اتش عليه من البيت، ما انا مش كل محتاج كونفيجريشن اعملها على سويتش، هجيب كابل وكونسول واروح لنفسي. صح، عشان كده لو حبيت ان انا امانج ريموتلي يبقى لازم اعمل ايه؟ احط اي بي. يبقى كل ان انا حطيت عليه اي بي دي سيرفيس زياده عشان اتلت عليه، مش ماست يبقى عليه اي بي عشان يشوف شغل. تمام. طيب ليه احط او ازاي احط جيت واي؟ عن طريق الكونفيجريشن مود هقول له اي بي مسافه ديفولت داش جيت واي مسافه الاي بي بتاع مين ده؟ هو ديفولت جيت واي اللي هو ايه؟ اي بي راوتر. طب انا عرفت ليه ان انا احط اي بي على سويتش؟ عشان اتلت عليه. ليه احط عليه جيت واي؟ طبعا في الاخر اكيد السويتش ده واصل كده كده اكيد في النتورك راوتر، فانا بحط الاي بي بتاع. طب سؤال، انا دلوقتي الاجهزه اللي حواليا دي كلها طالعه انترنت. صح، السويتش المعفن اللي جنبك اللي هناك ال 8 فولت ده، لا ده اسمه اي بي اس ال راوتر. لا ده سويتش، مش الراوتر بتاعنا ده. سويتش. ايوه يلا. ليه اي بي؟ ليه اي حاجه في الدنيا ورغم كده الاجهزه طالعه انترنت؟ الجيت واي يتحط على الاجهزه مش على السويتش. صح، الجيت واي يتحط فين؟ على الاجهزه. السويتش ما فيهوش اي لازم خالص. هو السويتش واصل، ما السويتش ده واصل بالراوتر. تمام، يبقى انا دلوقتي السويتش ده محتاج احط عليه جيت واي عشان الاجهزه تطلع انترنت. اهو سيناريو عملي اهو قدام عليك. السويتش ده ما عندوش جي اي بي، ما عندوش جيت واي، ده انمانجبل سويتش اساسا. ده مش مانجبل سويتش، ده انمانجبل سويتش. ممكن محتاج ومش محتاج. هقول لك بقى، افرض دلوقتي ان انت عايز تتلت على راوتر بس من جهاز ورا راوتر، عايز تتلت على سويتش بس من جهاز ورا راوتر. يبقى انت هتبعت الكونفيجريشن لسويتش، سويتش هيبدا يرد عليك. هيرد عليك ازاي وهو مش قادر يوصلك؟ صح، لان انت في نتورك وهو في نتورك، في ما بينكم راوتر. مش حاضر. انت دلوقتي عندك هنا راوتر وعندك سويتش وانت محتاج ان انت تتلت عليه من بي سي، بس الفكره ان البي سي مش كونكتد دايركت بالسويتش، في ما بينكم ايه؟ راوتر. طب ما انا دلوقتي لو جيت يعني اعمل بالظبط، انا هتلت على السويتش، السويتش المفروض يربلاي عليا، هيديني بقى الكونفيجريشن اللي انا بعمل عليه او يظهر قدامي كلام. يعني معنى كده انه مطلوب من السويتش يرد على نتورك ثانيه ولا لا؟ عن طريق الراوتر. يبقى لازم تكون مديله جيت واي اي بي الراوتر عشان يقدر يبعت الكونفيجريشن اللي عليه للنتورك ده. تمام، يبقى ليه احط اي بي على السويتش؟ عشان لو حبيت اتلت عليه. ليه احط جيت واي على السويتش؟ عشان لو حبيت اتلت عليه بس من نتورك ثانيه فيما بيننا راوتر. تمام. للدقه بقى، انا جربت الحوار ده ما حطيتش هنا جيت واي على السويتش وقدرت اتلت، ازاي؟ ما اعرفش. عملوها ازاي؟ تمام، بس قدرت فعلا ان انا اتلت على السويتش واداني ريبلاي وكل حاجه من غير ما كنت احط عليه جيت واي. تمام، مفيش تفسير علمي؟ هو في حاجه معينه في دماغي بس مش متاكده منها، بس ليفل عالي شويه يعني. تمام، بس مش متاكده منها. ده الموضوع بتاع الاي بي هيد، وده بقى زي ان انت بتفتح التلت. هنراجع دلوقتي على التلت ان شاء الله، ونراجع ما بينه وما بين السويتش ده الدوبلكس والاوتو والكلام ده كله. ولو حبيت ان انت سيف كوبي ران ستارت او رايت ميموري. تمام، وده البانر. يبقى هنوقف بقى الفيديو، نعمل فيديو جديد للباسورد ريكفري، وبعد كده ندخل في التلت والاس اس اتش. تمام، اوقف ده.